أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في العرب اللندنية: ضغوط طهران تدفع بغداد إلى مواجهة غير متكافئة مع واشنطن. في الزمان: الحراك يرفض دعوة الصدر إلى تظاهرة مليونية ضد الوجود الأمريكي. في موقع عربي 21: هجوم بالصواريخ على قاعدة تستضيف أمريكيين شمالي بغداد. في صحيفة البصائر: غضب شعبي في البصرة بعد اعتقالات طالت طلابا معتصمين. في المدى: لجان التحقيق بقتل المتظاهرين تفتح وتغلق بدون نتائج، والجنات يخرجون بكفالة. في العرب الجديد: حميتي يتهم قوش وأياد خارجية بالوقوف وراء تمرد المخابرات في السودان. وفي الخليج الإماراتية: الأوروبيون يفعلون آلية تسوية لإلزام إيران باحترام الاتفاق النووي. أهلا بكم. نبدأ بهذا المقال، وجاء في مطلعه: إلى قائمة الشهداء العراقيين أضيف الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور غالي التميمي، اللذين اغتيلا كما بات متعارفا عليه رسميا بالعراق اغتيلا برصاص مسلحين مجهولين فروا إلى جهات مجهولة. هيفاء زنقنات ترى بصحيفة القدس العربية أن هذه الصيغة الجاهزة المبتذلة تؤكد الاستهانة بأهم حقوق الإنسان، وهو حق الحياة، بالإضافة إلى حقه في حرية التعبير عن رأيه، وتهدد بالنسبة إلى الصحفيين جوهر عملهم فضلاً عن حياتهم. يدل استخدام الناطقين الرسميين باسم الحكومة لصيغة جهات مجهولة على وجود توليفة من ساسة فاسدين وميليشيات ومرتزقة يستهدفون ما يشاءون بحرية كبيرة، ولعلهم من القلة التي تتمتع بحرية الحركة والتعبير عن رأيها عن طريق اغتيال من يتجاوز الخطوط الحمراء التي رسموها خارج حدود القانون والدولة. دولة بنيت على المجهولين والأطراف، وأهمهم الطرف الثالث، حيث استحدث مصطلح الطرف الثالث منذ انتفاضة تشرين ليكون مشجبا تعلق عليه مسؤولية جرائم الاغتيالات المجهولة، يستحق مصطلح الخطوط الحمر كما المجهولين والطرف الثالث، أي يضاف إلى إنجازات حكومات الاحتلال المتعاقبة. إن أجواء الترويع المحيطة بعمل الصحفيين وتقييد حرية حركتهم والتعبير عن آرائهم وملاحقتهم، بالإضافة إلى التصفية الجسدية وإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، يزيد من اللجوء إلى القتل كأداة سهلة ومضمونة لكتم الأصوات المستقلة وتحديد المعلومات المتوفرة للجمهور، ودفن الحقيقة مقابل إشاعة الأكاذيب وتضليل الناس. سيرورة الانتهاكات ومنهجية كتم الأصوات هي التي تدفع المنتفضين إلى رفض إعادة تدوير الساسة حتى من قدم استقالته من البرلمان أيام الانتفاضة بعد المشاركة في غنائم الاحتلال وجرائمه أو مسايرته مدة 16 عاماً شكاً بدوافعهم. وختمت هيفاء زنقنة مقالها قائلة: إن رفض المنتفضين لكل من ساهم في الحكومات السابقة والحالية والعملية السياسية ليس دعوة إلى الانتقام، بل إلى طموحهم في تحقيق تغيير حقيقي وبناء وطن دفع الشعب ولا يزال يدفع ثمنه غالياً. الآن إلى مقال منشور في مجلة نيو ريبابليك، وهو مقال للكاتب زاك كلوبين أو زاك كوبلين، يقول فيه إن الولايات المتحدة قبل أن تضرب جماعات قاسم سليماني الإرهابية كانت ترشوها في حرب العراق. ويشير كوبلين في مقاله إلى أن الولايات المتحدة بعد استهدافها في الثالث من كانون الثاني قائد فيلق القدس قاسم سليماني وزعيم كتائب حزب الله أبو مهدي المهندس
فإنها أعلنت عن استهداف الشبل الزيدي وهو زعيم كتائب الإمام علي، وهي جماعة موالية لإيران أنشأها مع أبو مهدي المهندس. يقول الكاتب إن كتائب الإمام علي هي بلا شك مجموعة من مجرمي الحرب، وكان أحد أبرز قادتها أبو عزرائيل المعروف بتشويه الجثث وشي الأشخاص أحياء، والتقطت صور لشبل الزيدي وهو يلوح برؤوس ملطخة بالدماء، وتعد كتائب حزب الله مسؤولة أيضا عن اختفاء المئات وقتل الأشخاص خارج القانون. ويرى الكاتب أن استهداف قادة الجماعات الإرهابية المسلحة يبدو مهمة واضحة للقوات الأمريكية، إلا أنها في هذه الحالة كشفت عن نفاق الحروب الأمريكية، ففي الوقت الذي كان فيه المهندس والزيدي في حرب مع الولايات المتحدة في ساحات القتال، إلا أنه وغيره كانوا من المستفيدين مالياً وشركاء في العمليات العسكرية الأمريكية. ويقول الكاتب إن عشرات المتعهدين العسكريين وشركات الشحن بالإضافة إلى المسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين لديهم معرفة في التعاملات الأمريكية المشبوهة مع الجماعات الإجرامية المسلحة التي أعلنت عداءها للحرية في المنطقة. ويلفت كوبلن إلى أن الاتهامات التي قدمتها المصادر هي جزء من الاتهامات المتعددة حول التعامل الأمريكي المزدوج مع الميليشيات العراقية وجماعات المصالح التي تدعمها. ويرى الكاتب أن أفضل ما يمكن قوله عن هذه العلاقات بين الجيش الأمريكي والمتعهدين من جهة وفرق الموت الطائفية من جهة ثانية هو أنها ولدت لأسباب نفعية. وختم زاك كوبليك ما قاله بمجلة نيو ريبابليك قائلاً متسائلاً كيف سيوفق الأمريكيون والعراقيون بين هذه التناقضات، وقد زرعوا فكرة لأن هناك استراتيجية طويلة الأمد في المنطقة. إن كلمتي انتصار وديمقراطية من الكلمات الطنانة، لكن على ما يبدو أن كل ما حققوه هو عنف مستمر وعدد من أمراء الحرب والمتعهدين الذين أصبحوا أثرياء على حساب الناس الذين ماتوا. إلى مقال آخر وجاء في مطلعه، كشف موقع ميدل إيست آي عن أن إيران كلفت زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله بمهمة توحيد الجماعات الموالية لطهران في العراق بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني. ويشير التقرير الذي أعده سؤدد الصلاحي إلى أن حسن نصر الله قاد محادثات هدنة بين الفصائل العراقية المسلحة من أجل المصادقة على هادي العامر ليتولى قيادة الحشد الشعبي ومحاولة التقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. يقول الموقع أن الاتفاق غير الرسمي تم التوافق عليه في اجتماع جرى ببيروت يوم الخميس الماضي بعد طلب إيران من حسن نصر الله تنظيم الفصائل العراقية بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس في غارة أمريكية يوم 3 يناير خارج مطار بغداد الدولي. ويذكر التقرير أن معظم قادة الفصائل سافروا بعد اجتماع بيروت إلى طهران قبل التحرك إلى قم، حيث التقوا مقتدى الصدر في محاولة لإظهار الوحدة. ويجد الكاتب أنه في الوقت الذي كان فيه الهدف من هذه الاجتماعات إظهار الوحدة ضد الوجود الأمريكي في العراق، إلا أن المصادر أكدت أن معالجة الفراغ في القيادة كانت جزءاً من هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى حل الخلافات التي برزت بين الجماعات المؤيدة لإيران في أعقاب مقتل سليماني والمهندس. ويبين التقرير أن هذه الجماعات تبدو من الخارج جبهة موحدة وتتعامل بعنف مع نقادها وتهدد الحكومة والأحزاب، لكنها تتنافس داخلياً حول المنافع المالية والسيطرة على المناصب الحكومية المؤثرة. فمثلاً هناك تنافس على النفط وتهريب الحديد المستخدم الذي يتم أخذه من المباني المدمرة في الموصل، مشيراً إلى أن هذا كان أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الخلافات الداخلية بين قادة الفصائل.
وينقل الموقع عن قائد حضر اجتماع بيروت قوله إن إيران طلبت من نصر الله القيام بالدور ذاته الذي كان يؤديه سليماني في العراق لحين صدور قرارات، مشيرا إلى أن إيران بحاجة إلى 3 أشهر لتقرر الطريقة التي ستدير فيها الفصائل المعروفة بمحور المقاومة ومن سيكون مسؤولا عنها وما هي الآليات التي يجب اتباعها، وهي تريد التأكد من بقاء الوضع بين الفصائل كما هو الآن. إلى مقال آخر منشور بصحيفة أخرى وجاء في مطلعه: تدحرجت اللعبة بين واشنطن وطهران فصولا حتى استقرت في بغداد التي لم تستطع حكومتها فعل أي شيء غير مداراة الطرفين ومحاولة ربط الخيوط بينهما كي لا يحدث خطأ غير مقصود من أحدهما قد يدفع الأمور إلى حافة الهاوية. عبد اللطيف السعدون يرى في صحيفة العربية الجديدة أن المناوشات بين طهران وواشنطن هي ضرب في المناطق الرمادية فقط. واقعة مقتل قاسم سليماني التي وصفتها طهران بأنها تعادل شن حرب سجلت نقطة لصالح الولايات المتحدة، لكن الرد الإيراني المزلزل الذي وعدت به طهران لم يكن سوى ضربات في المناطق الرمادية التي تتحمل الضرب المبرمج من دون استهداف ضحايا بشرية. وقد أسقط في أيدي الميليشيات السوداء عندما أبلغتها طهران بألا تهاجم أهداف أمريكية، أو على الأقل أن يكون الهجوم على غرار الرد الإيراني معتدلا ومتعقلا. وظهرت آثار التراجع في تنصل مقتدى الصدر من قيادة جبهة المقاومة الدولية التي تبنت دعوة إلى تشكيلها وألزم أنصاره بالصبر وعدم شن هجمات، فيما دعا زعيم عصائب الحق قيس الخزعلي أتباعه إلى تجنب الانفعالات إلى حين استنفاد الوسائل القانونية والدبلوماسية. أما بقية وكلاء إيران في المنطقة الذين توعدوا الشيطان الأكبر بشر انتقام فقد بلعوا ألسنتهم زاعمين أن طهران تجنبت الحرب معتمدة مستوى متقدم من الردع وصل تزايد الكراهية لأمريكا، وبانتظار الشروع في حرب تحرير كبرى تطرد الأمريكيين من المنطقة. وقد حول وكلاء إيران في العراق فائض غضبهم إلى مجرى حملتهم الانتقامية ضد شباب الانتفاضة، فأمعنوا في التنكيل بهم وقتل واختطاف عديدين منهم والضغط لإنهاء حراكهم الشعبي عبر الانتهاكات الفظة لساحات التظاهر. ويرى عبد اللطيف السعدون أنه مع كل هذه اللخبطة في المشهد الإقليمي ليس ثمة ما يوحي بأن المجابهة بين الأمريكيين والإيرانيين تتجه نحو التصعيد حتى مع خطوة فرض عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية، إذ ما هو ماثل قد يدفع نحو مواقف أكثر اعتدالاً وليونة من الطرفين اللذين إذا ما أظهرا استعداداً للتفاوض حول قضايا مهمة فإن الطريق سوف تكون مفتوحة أمام تسوية ما تضمن حالة هدنة مقننة تقترب من أن تكون حالة لا سلم ولا حرب. إلى مقال آخر: لم تعد أزمة النظام الإيراني الداخلية خارجية فقط كما لم تعد أزمته الخارجية داخلية حصراً، ففي أزمته الحالية لم يعد ممكناً فصل الداخل عن الخارج، حيث يتعرض النظام إلى ضغوط داخلية وخارجية تهدف إلى إجباره على تغيير طبيعته في الداخل وتراجعه في الخارج. مصطفى فحص يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن الأزمة الأخيرة أظهرت عجز النظام الإيراني في حماية بقاع نفوذه، فقد تصدع الخارج إلى درجة أربكت الداخل الذي بدأ يطالب علانية بتخفيض الأعباء الخارجية. أزمة النظام تفاقمت عندما لم يعر صناع القرار الدولي الاهتمام للرايات التي رفعت خلف القائد العسكري للحرس الثوري في أثناء مؤتمره الصحفي منذ أيام. فبعد مقتل سليماني
ضاقت مساحة المناورة أمام أغلب تلك الفصائل وباتت تواجه أعباء داخل بلدانها أو مناطق انتشارها بعدما قامت واشنطن المعنية الأول بنفوذ النظام بتغيير قواعد الاشتباك، ولم تعد تحصر المواجهة مع الوكلاء، وهددت بالذهاب مباشرة إلى الأصل، وهي معضلة لم يواجهها النظام منذ تأسيسه. يمر النظام بضائقة معنوية منذ رده الهزيل على مقتل سليماني، فقد كشف الرد عجزه البنيوي في الدفاع عن نفسه وعن حجم الاهتراء الذي تعاني منه هيكليته السياسية والعسكرية، رغم حجم الإنفاق على مشاريعه العسكرية التي كبدت الخزينة الإيرانية خسائر هائلة وتسببت في حصار إيران وفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، لكنها باتت أمام الشعب الإيراني بلا جدوى استراتيجية. هذا المشهد دفع ابنة هاشم رفسنجاني، فائز رفسنجاني، إلى التحذير من انهيار إيران على غرار تفكك دول الاتحاد السوفيتي في مطلع تسعينات القرن الماضي، بعدما اعتمدت سياسات قائمة على السلاح والعسكر فقط، مشيرة إلى أن القمع وقتل المحتجين والاعتقالات والسجن للمعارضين ستصل إلى نهايتها يوماً ما ولن تبقى مجدية. مصطفى فحص ختم ما قاله بقوله: إنها المرة الأولى التي يشتبك الداخل فيها مع الخارج، ولم يعد ممكناً للنظام الاستقواء على الداخل بالخارج، وبات الداخل مفتوحاً على الاحتمالات كافة، فلا بنية النظام تساعده على المواجهة، وهو أكثر ضعفاً في مشارع يزداد تماسكاً، وما بينهما خارج يتربص. علقت صحيفة الخليج الإماراتية على استمرار التظاهرات في لبنان بعد 3 أشهر على بدء الانتفاضة الشعبية على السلطة السياسية، وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن هذه السلطة تبدو في واد والشعب اللبناني يبدو في واد آخر، فلا الشعب تخلى عن الساحات ولا السلطة في وارد أن تسمع صرخات الجوع والفقراء الذين تتزايد أعدادهم مع اتساع رقعة الأزمة. الصرخات تتعالى والاعتصامات تحاصر الإدارات العامة والمصارف والوزارات، ولا من يستجيب أو يصارح الناس بالمصير الذي ينتظرهم. أهل السلطة في عالم آخر، سدوا آذانهم، وبعضهم حزم حقائبه للاستجمام في الخارج، والحكومة الجديدة التي كان من المفترض تشكيلها قبل أسبوعين ما زالت ولادتها عسيرة، لأن الرئيس المكلف حسان دياب اصطدم بعد التكليف بشروط بعض القيادات السياسية التي تتعارض مع قناعاته والخطوط التي حددها، بعد أن انقلبت هذه القيادات على التعهدات التي كانت قطعتها بتسهيل مهمته عند تكليفه. يبدو المشهد اللبناني قاتما، مع الإنكار الرسمي للغضب الشعبي والإصرار على تجاهل انتفاضة دخلت شهرها الرابع، والمضي في الاستهتار بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الذي دخل مرحلة الخطر الفعلي، رغم التحذيرات اليومية التي تصدر عن خبراء اقتصاديين وسياسيين بأن الوضع تجاوز الخطوط الحمر وأن الأمور تزداد صعوبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لا يزال أهل السلطة يراهنون على الوقت كما يبدو، لعل الشعب يتعب ويخرج من الساحات والشوارع، وبذلك يتهربون من تلبية مطالبه بمحاربة الفساد واسترداد المال المنهوب وإقامة الدولة المدنية وإجراء انتخابات مبكرة على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي. جاء في صحيفة الخليج الإماراتية أيضا أنها ترى بأن الطبقة المتسلطة على البلد وشؤونه السياسية والمالية والاقتصادية لا تستطيع ولا تريد تلبية مطالب الشارع، لأنها بذلك تفقد دورها وامتيازاتها، وبالتالي فإن وجودها مهدد، لذلك تناور وتراوغ وتسد أذنيها وتتعمد تجاهل الانتفاضة وأهدافها. وربما لا يحسب هؤلاء أن لصبر الفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل حدوداً تتجاوز الحراك السلمي
الذي اتسم به طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وقد يتحول في لحظة ما إلى غضب يتجاوز كل الحسابات. يصبح بيع بعض المعالم القديمة التي لا تقدر بثمن لجهة قيمتها أو قيمتها تاريخياً، يصبح وسيلة مناسبة لتوفير التمويل الضروري لإعادة ترميم هذا المعلم أو ذاك والحفاظ عليه شاهداً على التاريخ للأجيال القادمة. قلعة حصن تيفتون في مقاطعة كالينينغراد غرب روسيا واحدة من تلك المعالم التي يعول على توفير تمويل لترميمها من أموال مالك جديد لها، قد يظهر نتيجة المزاد الثاني الذي تعرض فيه هذه القلعة أي الحصن، إذ أعلنت سلطات مقاطعة كالينينغراد أخيراً عرض القلعة للبيع عبر مزاد إلكتروني بسعر أولي يقدر بستة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف روبل روسي، ما يعادل نحو 105,000 دولار أمريكي. ويتعين على المالك الجديد تخصيص أموال لتمويل مختلف أعمال الصيانة التي تحتاجها مباني القلعة وأقسامها بعد خراب تعرضت له مع مرور الوقت. ومن شروط المشاركة في المزاد الحفاظ على معالم القلعة وعدم تخريبها، نظراً لأنها مدرجة على قائمة المعالم التاريخية. نلقي نظرة على الكاريكاتير الذي اخترناه لكم في هذا اليوم. ختام صدى الأقلام مشاهدينا الكرام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.